اما هلا لجا بننتقل لمحطتنا التاليه، ودائما ضمن رحلتنا الصباحيه بنستضيف نساء سوريات دائما عندهم مشاريع ضمن الظروف الصعبه بيخلقوها وبيكملوا فيها، وبالاونه الاخيره عم نشوف الاتجاه للاعمال اليدويه. اليوم معنا ست منال صبري بدها تحكي لنا عن مشروعها الخاص اعمال يدويه وفيها كمان اعاده تدوير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، صباح الجميع. اهلا وسهلا فيكي. يعني بالبدايه خلينا نتعرف على الهاند ميد يلي انت يعني بتحبيه، كيف بلشتي، وين صرتي، وشو هن يعني شايفين كذا كذا ستايل عندك من الكروشيه للتطريز لايضا يمكن اختراع موديلات جديده واعاده التدوير ايضا. خلينا نحكي ايمت بلشتي، كيف تماما بلشتي وشو اتجاهك؟ بلشت من زمان كثير، وقت ما كنت طفله صغيره كنت كثير حب الاشغال اليدويه، اشتغل ماما كانت تشتغل، اقعد معها اشتغل معها كروشيه. بلشت اول شيء بالكروشيه، اشتغلت صوف، بعدين وقت تزوجت صرت اشتغل لاولادي قطع حلوه ينبسطوا فيها، بعدين صرت اساوي غير شغلات، اشتغلت على التطريز، اشتغلت هلا اخر شيء عم بشتغل تطريز الساتان على اللوحات. هدول على هلا الفكره انه فينا نشتغل تطريز الساتان على اللوحات، فينا نشتغله على مفارش تخت، فينا نشتغله على القطع. هلا فيها كمان داخل اعاده تدوير، يعني فينا ساتان، فينا نقول القماش الموجوده على اساسها فيني انا. هلا انا اول ما بلشت كنت عم بشتغل على اعاده التدوير بشكل انه الشيء الموجود عندي استفيد منه ما كبه. بعدين وقت بصير بتجيكي طلبات انك تشتغلي، فاجباري بدك تصيري تجيبي المواد صحيح. المطلوبه. تمام. كمان خلينا نحكي شوي عن الكروشيه. يعني عندنا قطب كثيره، قطب عديده. تمام. خلينا نحكي عن ابرز القطب يلي بتستخدميها. هلا شايفين هي شو؟ بس انا ما اعرف. هلا هاي بنحطها اذا لابسه مثلا هيك مثل فولار. تماما مثل فولار تحت الجاكيت، فشو ما كنتي لابسه تحت الجاكيت فيكي تختاري اللون اللي بدك اياه وبتلبسيه. بس طيب خلينا لكن نحكي عن هي مثلا هي القطبه غير هي تماما بالكروشيه. هلا الكروشيه متعدد، في كثير كثير عندنا قطب، فينا نختار نحن القطبه اللي بتناسب الشيء اللي عم نشتغله ونشتغل فيها. وعم نشوف عدة استخدامات، يعني عم نشوف تماما. هلا هون عاملة شنطة كمان. هلا هي كروشيه بس بطريقة مختلفة، لأنه هلا هي الكروشيه أنا شاغلتها بشريط الساتان. يعني شاغلة بسنارة واحدة عاملتها شنطة بشريط الساتان. هلا في هون وفي كمان هون الشنطة كمان شنطة. تماما كمان بشريط الساتان شاغلته على سنارة واحدة. يعني استخدامات كثيرة في بقلبها شغلات هدايا في قطع كثير حلوة هدايا بقلبها. وكمان عن جد في شغلات كثير حلوة وأفكار كثير حلوة. هلا جاي الفالنتاين تماما، يعني مناسبة. هلا أسعار مناسبة وفيهم يعني الشباب ياخذوا هيك بعض الافكار. هلا عم جهز مشان الفالنتاين، انا في عندي بشتغل بوكسات هدايا، بشتغل هيك هذا الورد، بعمل باقات، بشتغل الصابون بعمله باقات كمان تنسيقات هدايا. هدول الورد هذا ساتان، هذا ساتان تمام، وهيدا صابون. يعني في كثير ورد في قصص كدويات تماما. هلا نحن هيك عم نشتغل البوكس، فينا نحن نخلط فيه صابون مع ورد مع قطع ثانيه، ممكن نحط قطع اكسسوار كمان. هلا كمان هذا الاكسسوار كمان داخل فيه عم بفردهم، داخل فيه التطريز. ايوه هي هي. هلا هذا كله تطريز يدوي، كله هي شغل يدوي. هذا التطريز هو كمان هاند ميد، كمان اعاده تدوير تماما. هلا القطعه التحتانيه نحن اللي شاغلين عليها ممكن تكون من شي جينز قديم مثلا، نستفيد منه تماما. يمكن ضمن هيدا المشروع مشروعك ست منال هي التنوع، يعني أكيد. كل شيء موجود، أكيد. ما مختصه بشيء مثلا بالكروشيه لحال، لا اعاده تدوير، فينا نقول اكسسوار تماما. هلا الفكره وقت بتحبي الشيء بتصيري بتتشعبي فيه، بتصيري بتشتغلي اكثر، بتصيري بتنجي اكثر. اي شغل نحن لازم نربطه بالحب، متى ما شغله اشتغلتيها عن حب فيكي تنجزي فيها شغلات. حتى عم تحكي وعيونك عم يضوي، يعني مبسوطه انك عم تشتغلي. لانه هلا انا بشتغل بشغف، بحب الشيء اللي عم بشتغله. من فتره عملت معرض كان خاص الي باشغالي كلها، كان متنوع لك بس تماما، بس لي كان متنوع، في لوحات، في كروشيه، في مفارش، في كل شيء بيخطر ببالك. سميته ابره شغف. انا من شغفي حلو. بالمشغولات اللي عم اشتغلها. هلا هيدا شو؟ هلا هذا مفرش صينيه.
فانيليا؟ لا تماما. كمان معمول من الساتان؟ كمان هذا إعادة تدوير، هي شقفة قماشة قديمة عندي حبيت استفيد منها فعملت عليها هذا التطريز وحطيت لها الشريط دايرة ومستخدمة للصينية للضيافة. وأفكار غريبة يعني عم نشوف أفكار غريبة وجديدة وحكيتي كان عندك مشروع لكن لقيت 100 ليرة كمان كمان هي غريبة كمان هي غريبة عن جد غريبة ما بعرف نازل لا وملزقة وملزقة. خلينا نحكي عن معرضك، عملتي معرض موسع فينا نقول لكل أعمالك وأشغالك، كيف كان ردود أفعال الناس وتفاعلهم معك؟ هلا كثير حلو. هو كان هلا أنا من أساس أنا بشارك ببازارات بس بتكون مشاركتي يعني جماعية، هالمرة كانت مشاركتي فردية فكان شيء حلو يعني بالنسبة لي كان كثير شيء مميز وشيء حلو انك عم تعملي شيء خاص فيكي. هلا انا عملته بالمركز الثقافي بالعدوي كان الحمد لله في اقبال يعني في عالم تجي تشوف ويعني كثير دعوات لغير مراكز والحمد لله يعني كان حلو يعني بالنسبة لي. يعني هلا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب كثير من الاشخاص لجؤوا لإعادة تدوير تماماً. لجؤوا للكروشيات للصوف ليتعلموا أيضا تمام. وخاصة الصبايا الصغار عم نشوف كتير عم يحبوا يتعلموا القطب. اليوم أنت أي حدا بيجي لعندك حابب يتعلم كيف بتبلشيله؟ يمكن على اليوتيوب عم يلاقوها كتير صعبة، في قطب كتيرة، في يعني ما في شيء واضح وأشكال وألوان من القطب ومن الخيوط الصوفية أيضا. خلينا نحكي كيف بتعلمي الصغار أو الصبايا الحلوين الصغار اللي حابين يتعلموا طبعا. كيف بتبلشي معهم من أول الطريق وبترسخي مبادئ أولية بالكروشيات؟ تماما. هلأ أنا بالبداية أنا بدرب أكثر من معهد معاهد خاصة ومعاهد عامة، هلأ بدرب عم درب يمكن تتفاجئوا عم درب فريق لمة أمال ذوي احتياجات خاصة. حلو حلو. عملنا لهم دورات صابون للأطفال للأهالي، عملنا لهم دورات كروشيه بشكل إنه هنين عم يشتغلوا وعم يبيعوا منتجاتهم. حلو. وكل بازار مننزلون طاولة باسم لمة أمان بيبيعوا منا بشكل إنه هنين يكونوا يحسوا حالهم إنه هنين أشخاص منتجين ما يحسوا حالهم إنه هنين عبء على المجتمع. عم نحاول ندمجهم بالمجتمع أكثر. صحيح يمكن الناس تنظر لهم نظرة هاي بس هنن فعلا أشخاص كتير أذكياء منتجعين مبدعين وعندهم طاقة استثنائية وبيشتغلوا بحب. يعني إذا اشتغلوا الشيء ما بيشتغلوا هلا ممكن أي شخص إنك عم تعلمي شيء يساوي شو ما كان هنن لا ما بيقبلوا إلا يكون شيء ضابط معهم 100%. فأنا تجربتي مع لمة أمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة كتير كتير تجربة مميزة. هلأ أنا بدرب بمعاهد تانية بدرب طلاب تانيين بس أنا عندي المميزين هن فريق لمة أمل. قديش حلو استثمار يعني مشروع هيك. نحن استضفنا كتير سيدات بيعملوا دورات وعندهم مشاريع وفعلا إبداع بالأعمال اليدوية بس لما نتجه للموضوع الإنساني باستثمار هذا المشروع على الصعيد المجتمع المحلي هي فئة كبيرة بالمجتمع ويجب دمجها بالمجتمع. على الصعيد الإنساني قديش فعليا بتعطيكي حافز وفعليا كمان بتحمسي هدول الشباب والأطفال ليكون عندهم مشاريعهم الخاصة؟ أكيد. هلأ هن فئة مهمشة يعني نحن فينا نقول إنه هن فئة مهمشة، فينا نقول إنه هن فئة منبوذة يعني العالم بتنظر لهم نظرة غير ما هن. بس وقت انت بتعامليهم وبتعاشريهم وبتشتغلي معهم بتحسي بالحب، بتحسي عندهم طاقه عن جد طاقه كثير حلوه بيعطيكي طاقه. الولد وقت بيكون عم يشتغل معك بيعطيكي طاقه لقدام انه هو فعلا هو مبسوط بالشيء اللي عم يعمله، فعلا انه هو عم يعمل شيء حلو مبدع فيه. فانا كثير بحب الشغل معهم وبنحاول انه بكل بازار ناخذ لهم طاوله يكون لهم مشاركه ويكونوا معنا. تمام. يعني بداية أي مهنة شوي بتكون صعبة، بدها دفشة، بدها دعم، بجوز أحيانا بدها راس مال. يعني نحن عم نبلش بمهنة هي شوي فينا نبلش فيها من أغراض مثل ما قلنا إعادة التدوير موجودين عنا بالبيت. تماما. ولكن كل حدا حابب يعمل هيك مشروع شو بتنصحي كيف بتأرشديه على الطريق الصح؟ هلا لانه يمكن تكوني انت مثل اعلى للكل ولكن ببعض الاحيان ما فيهم هن يعملوا يشتغلوا مثلك. بالبدايه لازم يتخصصوا بنوع واحد من الهاند ميد وبعدين بجوز ابدعوا بقصص ثانيه. خلينا نحكي اول خطوه اول الطريق الدعم كيف لازم يكون.
هلا اول الطريق يحبوا الشيء اللي عم يشتغلوا، يعني ما يشتغلوا شغله لانه المفروض يشتغلوها، لا يشتغلوا الشغله اللي هنن بحبوا يشتغلوها. انا بحب اشتغل كروشيه بشتغل كروشيه، انا بحب اشتغل تطريز بشتغل تطريز. هي البدايه اذا بدك تكوني ناجحه حبي الشيء اللي عم تشتغليه، اشتغليه عن حب، بس تشتغلي الشيء اللي عم تحبيه فاكيد رح تنجي، رح تعطي قطع حلوه، رح تعطي روح للقطعه. فهي اول نصيحه. بعدين ثاني شيء يحاولوا اول ما بدهم يبلشوا بداياتهم يبلشوا من قطع موجوده عندهم بيت حتى ما تكون عليهم التكلفه عاليه. هلا مثل ما بنعرف نحن هلا كل شيء غالي بالسوق، فنحن فينا نستفيد من اي قطعه عندنا موجوده بالبيت، بنعمل لها اعاده تدوير، بنعمل لها شيء ممكن تطلع معنا قطعه حلوه، بس تطلع معنا قطعه حلوه ممكن نشتري بقى الشيء من السوق ونشتغل عليه. فهي هي نصيحتي اللي بحب اقدمها للكل. وقديش مهم يمكن اليوم عم نشوف توجه كثير كبير للسيدات بمشاريع الخاصه ضمن ظروف صعبه اقتصاديه لتكون فعلا هي معيله لعائلتها، لتكون هي جزء من فينا نقول الاعاله للعائله كلها. ضمن هي المشاريع كمان غير مكلفه، يعني اليوم عم نشوف صبايا وسيدات عم يعملوا مشاريع خاص لانه فعلا الوضع الاقتصادي صعب، بس على الصعيد المادي عم يكون نوعا ما ساند فينا نقول تماماً للعيله. تماما. هلا فينا نحن نبدا مثلا بالاكسسوار. الاكسسوار عندنا القطع الكاريستا نحن بنقول عليها قطع رخيصه مو كثير غاليه، فنحن وقت بدنا نشتغل فيها ونشكلها ونعملها قطع حلوه ممكن نبيعها بمبالغ يعني ممكن تسندنا، ممكن بهالوضع اللي نحن فيه الاقتصادي شوي صعب ممكن تساعدنا شوي. تمام. يعني قبل ما نختم مع حضرتك ببداية العام الجديد 2022 إن شاء الله هيك بينعاد علينا وعلى الكل بالخير يا رب. آمين يا رب. أكيد مشاريع جديدة، أكيد أحلام جديدة أكيد تتحقق، ما في شيء بيوقف أكيد بوشنا. شو محضرة بالعام الجديد؟ عندك مشاركات أكيد. هلا قلتي لنا شيء على الفالنتاين رح يكون أقرب شيء. هلا كل مناسبة نحن بنشتغل لها شيء. هلا على الفالنتاين محضرين بوكسات هدايا، محضرين في هذا الورد، في شغلات تطريز، في قصص كثير حلوه. وعيد الام، وعلى عيد الام كمان في شغلات ثانيه. طب الاسعار عم تكون يعني مدروسه نوعا ما؟ منطقيه منطقيه، منطقية للوضع الاقتصادي طبعا، ممكن تناسب الكل. هلا انا فيني بشتغل شغله انه انا مثلا بسال الزبونه انه انت حددي لي القيمه اللي انت بدك فيها الهديه وانا بشتغل على هالاساس على القيمه اللي هي حددت لي اياها. يعني انا ما بشتغل قطعه وبقول لها مثلا هي حق المبلغ الفلاني، لا انا بقول لها انت شو بدك الهديه، بقديش بدك الهديه وانا بشتغل لك على هالاساس هاد. تمام. نحن كثير بدنا نتشكرك ونتمنى لك التوفيق. يخلي لك، شكرا كثير لكم. ست منال صبري اكيد نتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك القادمه، وان شاء الله يا رب هيك الشغف يتم والضحكه الحلوه مرسومه على وجهك. شكرا كثير. شكرا، يعطيكم العافيه.